تطلقها ولا ما تطلقهاش ولا تسيبها ترفع خلع وتخلع نفسها؟ السؤال ده بيتسألني كتير جدا جدا، بيتسألني على التليفون، بيتسألني على الواتس، بيتسأل برضه على الكومنتات وعلى الرسائل الخاصة. عشان تعرف الإجابة دي لازم تكمل الفيديو للآخر. السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كتير قوي من الرجاله يسالوني اطلقها ولا هي تخلع نفسها عن طريق المحكمه. يا استاذ انا كده هدفع ولا ما ادفعش؟ اولا كده لازم تديها حقها بما يرضي الله، وانت قدام ربنا انت مش ظالمها. ده مبدئيا. تعال بقى نخش، لو هي طلبت الطلاق، لو هي راحت المحكمه ورفعت دعوى خلع، دعوى الخلع ده هي هتبريك من نفقة المتعة ونفقة العدة ومؤخر الصداق، دي لو رفعت خلع في المحكمة. لكن لو انت طلقتها كده هوت ودي قدام مأذون، هتديها الحقوق دي، نفقة عدة ومتعة ومؤخر. نفقة العدة دي يعني ايه؟ هنتكلم عنها فيديو تاني. ده الفلوس انت هتدفعها، كل الحاجات دي فلوس. مؤخر الصداق ده انت اصلا عارفه، انت المفروض كنت بمديها اصلا مقدم الصداق. يبقى انت في الطلاق انت هتديها ايه؟ نفقه المتعه والعده ومؤخر. طب فرضا بقى هي رفعت دعوه طلاق للضرر في المحكمه، الدعوه دي بتجيب هي شهود تثبت الضرر دوت، وانت بتجيب شهود تثبت عدم وجود الضرر ده. طب فرضا هي كسبت دعوه الطلاق، بتاخد منك الحقوق الشرعية بتاعتها، خسرتها وانتوا لسه متجوزين. طب الإجابة على السؤال دوت أطلق ولا مطلقش؟ الإجابة أنت اللي هتجاوب نفسك، مش أنا اللي هجاوبك. أنت تعرف لو خلعت نفسها إيه اللي هيحصل، وعرفت دلوقتي لو أنت طلقتها هتدفع قد إيه، وعرفت دلوقتي لو هي طلبت الطلاق في المحكمة لو هي خسرت أو كسبت أنت هتعمل إيه. عشان نعرف بقى المتعة دي ايه، ونعرف ازاي بتتحسب، ونفقة العدة برضو ازاي بتتحسب، نعرفها بس في الفيديو الجاي. سلام عليكم.